مرحبا أحبائي أطفال صف الروضة الثانية، مع المشروع الثالث حديقتي الجميلة، شريط تعليمي في المجال اللغوي الشفهي. سوف نتعرف على حديقة المنزل مع عائلة كريم. نحتاج إلى قصة حديقة المنزل، وأيضا سنرتب أحداث القصة. نحتاج إلى بطاقات قصة حديقة المنزل، هيا بنا أحباء الصغار نتعرف على أحداث قصة حديقة المنزل. قصة حديقة المنزل: ذهبت عائلة كريم إلى الجبل لقضاء عطلة الربيع. عندما وصلوا سارع الجميع لتفقد حديقة المنزل. قال الأب: لقد بدأ النبات الأخضر يظهر، يا أهل بالربيع. قال كريم وهو ينظر مبتسما إلى الزرع الأخضر: لابد أن الزرع بحاجة إلى ماء، أحضر المرشة يا ديما. أحضرت ديما مرشتين، واحدة صفراء لها وأخرى لونها أخضر لأخيها كريم. فقال كريم: هيا بنا نسقي جميع النباتات التي زرعناها معا. رتب بالتسلسل أحداث قصة حديقة المنزل. بعد أن استمعنا إلى أحداث قصة حديقة المنزل التعليمة، رتب بالتسلسل أحداث قصة حديقة المنزل. في أي فصل حدثت القصة؟ إنه فصل الربيع. إن وصلت عائلة كريم، وصلت عائلة كريم إلى المنزل الجبلي. ماذا أحضرت ديما؟ أحضرت ديما مرشتين. ماذا يفعل ديما وكريم؟ ديما وكريم يسقيان الزرع. الآن أحبائي الصغار، جاء دوركم، نسقي جيدا لأحداث قصة حديقة المنزل، نرتب الأحداث، وبعد ذلك أخبروني ماذا يوجد في حديقة المنزل لديكم. هل قمتم بزراعة الخضار والفاكهة؟ أنا بانتظار الأعمال. إلى اللقاء.